فرجاء أرجوكم الأمريكان يعتمدون على أسلوب أنا سميته يوم أمس هو أسلوب خائب تافه فقط أنتم دققوا أنا لا أطلب منكم سوى أن تدققون لا ترددون كذب الكاذبين ترى تصبحون يعني حقيقة تصبحون مثل أوصافهم وأنا ألوم الجزيرة مرة أخرى إنها تسوق للأمريكان قبل أن تتأكد أرجوكم دققوا وأرجوكم لا تلعبون هذا الدور. صدام ليش يقتل ويدفع يحبوه هذا كله خرب ليستك صدام كان يذبح هذول البده بعد مو بعد صدام حسين ترحون فدوة صدام حسين اي والله ترحون فدوة للعالي والله شريف هو عندك قيرة بس انتم كل قيرة ما عندكم يحجون على صدام حسين والله صدام حسين ما سوى شيء ولا ظلم مثل هيك ظلم صدام حسين اكثر ما سوى على الهارب وما يجي بعده في العراق رئيس مثله ولا حيسيطرون على العراق كل الرؤساء اللي حاطينهم هسه واللي حيجون بعدهم مثل صدام تحبه انت؟ طبعا احبه ما نعطيني شيء لكن احبه كان موفرنا الامان وموفرنا كل شيء احنا نحب صدام حسين واحنا كنا فداء للوطن واحنا الامريكي العدو مالا